طبعا. ثاني المبادئ والضوابط الحاكمة في مبادرة التوافق الوطني، ثلاثة العناصر الإيجابية المتاحة لنجاح التوافق الوطني، رابعا أطراف التوافق الوطني، خامسا المبادئ والضوابط الحاكمة في مبادرة التوافق الوطني، سادسا العناصر الإيجابية المتاحة لنجاح التوافق الوطني، سابعا أطراف التوافق الوطني. بالطبع الوثيقة ستوزع عليكم، يعني ستوزع على جميع الصحفيين، يعني حتى نوفر عليهم إمكانية الكتابة أو التلخيص، يعني سنعطيها كما كتبناها يعني بالضبط. يعني فنحن نريد فقط التركيز في البداية. والمباراة التوافق الوطني جاءت هذه المبادرة لتوفير بيئة مناسبة وظروف مواتية لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها والمخاطر التي تهددها في أقرب الأوقات وبأقل التكاليف، ثم الانطلاق في تنمية الوطن ليكون ضمن الدول الصاعدة والناهضة في مختلف المجالات. وباعتبار أن الأزمة تجذرت وتعمقت وهي توشك أن تنتقل من المجال الاقتصادي الشامل إلى المجال الاجتماعي العام الذي لا يستطيع طرف سياسي واحد مواجهته ضمن محيط إقليمي ودولي خطير، ارتأت حركة مجتمع السلم أن تدعو للتوافق الوطني للتعاون على حل تلك الأزمات التي تمثل أسسها فيما يلي. فطبعا نحن انطلقنا من أن البلد يعيش أزمة كبيرة جدا وأن هذه الأزمة ستتطور أكثر، فإذا البداية الحديث عن المبادرة والحديث عن أسس الأزمة. لن نفصل كثيرا في هذه الأسس، نتحدثنا عليها في وسائل الإعلام في العديد من المناسبات وكررنا هذا الموضوع مرات عديدة. هناك أربع أسس أساسية للأزمة، هو الأساس الاقتصادي، الأساس الاجتماعي، الأساس السياسي والاستعصاء الخارجي. بالنسبة للأساس الاقتصادي، بالطبع نحن جميعا، وهذا يعني صار محل إجماع حتى عند أحزاب الموالاة، بأن الجزائر تعيش أزمة كبيرة جدا. نحن كنا نتشوف ونتطلع ونأمل أن بلدنا يصبح بلدا ناهضا مثل الدول الناهضة في إميرجون التي استطاعت يعني أن تفرض وجودها في الساحة. نحن نعلم بأن في فترات سابقة كانت هناك الدول الاستعمارية وحدها من يتحكم في التكنولوجيا، من يسيطر على الأسواق، من وصل إلى تطورات في مجال الصناعة بشكل كبير جدا، حقق أمنه الغذائي. اليوم الصورة في العالم تغير، هناك العديد من الدول التي صعدت وأصبحت تنافس هذه الدول القديمة الدول الاستعمارية، وهذه الدول كانت في مستوانا في الثمانينيات. كنا نتمنى نحن أن نكون ضمن الدول الصاعدة، الدول التي تتحكم في التكنولوجيا والتي تتحكم في الصناعة وتوفر أمنها الغذائي وغير ذلك. للأسف الشديد الأمر ليس هكذا، بل الأمر أخطر من ذلك. نحن ليس فقط أننا عجزنا على النهوض وعلى أن نكون ضمن الدول الصاعدة، بل نحن نسير نحو أزمة خطيرة نخشى أن تتحول إلى أزمة اجتماعية خطيرة ثم إلى أزمة أمنية. فلما نتحدث عن الأساس الاقتصادي، بالطبع المؤشرات كثيرة لا أتوقف عندها، يعني يمكن تمشي، يعني تحدثنا في هذه اللافتة الأولى عن التبعية للمحروقات، كذلك تحدثنا هنا عن استدامة العجز برقمين من سنة إلى سنة في مختلف المؤشرات. كل المؤشرات هي في حالة عجز يعني، وهذه بالطبع موجودة في الوثائق الحكومية، نحن لم نأخذها من أي مكان آخر وإنما أخذناها من الوثائق الحكومية. كذلك تحدثنا هنا على المخاطر أو طبيعة الأزمة البترولية، بأن الأزمة البترولية لا تتعلق فقط بسعر البرميل، يعني لأن كثير من مسؤولينا صارت الرؤية الاقتصادية الوحيدة بالنسبة إليهم هو انتظار ارتفاع سعر البرميل، وحينما تقع أزمة يواصلون في السياسات الغير منطقية الغير واقعية من أجل إسكات الجبهة الاجتماعية، وأملهم الوحيد أن يرتفع سعر البترول. يعني أصبحت الفكرة الوحيدة الموجودة عند الحكام في الجزائر هي فكرة برميل البترول، إذ حينما تقع أزمة ينتظرون أن يصعد برميل البترول، وليست لهم أي إرادة وليست لهم أي رؤية لتنويع الاقتصاد لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات. فنحن بينا في هذه المقدمة بأن أزمة البترول في الحقيقة لا تتعلق بالبرميل فقط، نحن نعيش مرحلة أصبح فيها صعود أو نزول برميل البترول
لا يمثل تغيرات كبيرة جدا في الشأن الاقتصادي الجزائري، لأن أزمة البترول تقوم على ثلاث أسس كبيرة، وهو بالنسبة بالإضافة إلى أزمة الأسعار والأسواق العالمية، هناك مشكل الإنتاج المحلي وتراجع الإنتاج المحلي، هناك مشكل كذلك الاستهلاك المحلي الكبير. نحن اليوم بالأرقام الحكومية نستهلك 47% من الغاز الذي ننتجه، والتوقعات يد النقلية خلاص خليه يمشي خلاص. طيب